من الذي كشف خطاب رئيس النصر ومتى تم اكتشاف الخطاب؟ هل تم اكتشافه والموسم شغال ولا بعد نهاية الموسم؟ هل اللي أول يدلي لي بمعلومة وأنا ساكت ما رديت عليه الظاهر أنه طلع ولا موجود، يوم يقول حنا نشتغل على وضح النقا، كيف تشتغل على وضح النقا وأنت مرسل لك خطاب للاتحاد السعودي؟ حتى عبد الرحمن بن سعود على انتقاد للحكام رحمة الله عليه لم يجرؤ يفعل هذا الفعل، لم يجرؤ الأمير عبد الرحمن بن سعود الرمز اللي كان ينتقد الحكام علانية ما عمره سوى خطاب زي ما سوي في 2019، يخاطب المؤسسة الرياضية ويقول لهم شيلوا الحكام الفلانيين وجيبوا، يا رجل هذه لم تحدث في تاريخ رياضة العالم، مش في تاريخ الرياضة السعودية، حتى في العالم لم يجرى رئيس نادي انه يخاطب المؤسسة الرياضية بهذا اللفظ. في أكثر من هذا شيء؟ وتجينا وتقول لي والله احنا لا، احنا أخذينها بجدارة. أنت أخذها بدعم، بكل دعم مكاتب، وأخذها بدعم حكام، وأخذها بدعم لوجستي، وأخذها بكل شيء. وتجينا هنا تنظر علينا وتقول انا بطل، وينك بطل الموسم اللي بعده؟ يوم تخلوا عنك الداعمين وينك؟ وينك يوم اكلت اربعه؟ وينك يوم مدربك يغير في اخر ربع ساعه ينزل لك ثلاثه محاور؟ وينك؟ ديربي مركب وينك؟ وينك الموسم الماضي؟ كم مركزك وانت مدعوم ومغير لك جلد ومسلخ لك جلد فريقين ورا بعض؟ وينك؟ وينك الانديه السعوديه كلها وانت مدعوم دعم لم يحصل لنادي دعم في بطولة آسيا مثلكم، وينكم؟ معودتم من بيروزي اللي مطرود منه لاعب وموقف مهاجمة، وينكم؟ الهرجة الزايد والكلام هذا ترى ما يمشي على الناس، ما يمشي إلا الحقائق، غير الحقائق ترى ما يمشي. لا يمكن تنفخ لك في قربة وتنفخ وتقول قدام الناس أنا كبير، أنا ما أنت كبير، كبير في الملعب والنظر بيمناك بدون دعم، تعرفون ناديكم بدون دعم لا شيء.